الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، يا من بعثك الله رحمة وهداية للعالمين، وكنت بالمؤمنين رؤوف رحيم، يا خاتم الأنبياء والمرسلين، وقائد الغر المحجلين، نسألك اللهم أن تجمعنا وتجعلنا ممن يحشر في زمرته يوم القيامة، وأن نشرب من حوضه الشريف وبيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. نشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، وجعلت أمتك على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلاة ربي وسلامه عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جاز نبيا عن أمتي وخير ما جاز أحدا من خلقه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله.